quand j'ai fait la chanson, la première, Allo System, mais quand j'ai peut-être même rire, je veux juste m'exprimer. Parce que, à la belle, comme Rani Flerba, j'étais obligée de rire à la bladi. Donc, les gens qui ont été en train de se faire, ils manifestent avec les bladi, ils ont été en train de se faire. Voilà. Voilà, mais درت شي حاجه كي سورتي دو لورديناير جي جوست بارتيسيبي مع ولاد بلادي. فوالا يا رئيس انا على البليس راهي تعيط مسيو البريزيدون. نو يو كانت مباشره بعد اعلان تاع الرئيس رئيس سابق على ترشح العهده الخامسه مباشره دخلت يعني نوجد في فيديو اللي طلقتها هي اللي سميتها نو يو كانت. هي شغل هذه كانت نتيجة حتمية للمواقف اللي اتخذتها سابقا. مدى بينا ترجع المفتاح وتروبوزي وترتاح. اون بليس خمس عهدات في الديمقراطية ما جابش عليها المداح. نورمالمون مش مو على كل حال انا شخصيا نشوف باللي الدور تاعي ما نقدرش نقول لك انا في الحراك. انا على كل حال العمل الكبير اللي قمنا به سيتي بالك ترجع ربع سنين للور. البداية تاعي كانت في سنة 2011، كانت هذاك وين بدا اليوتيوب والفيسبوك في الجزائر. السلام عليكم ناس الفيسبوك، معكم انستينا في البريمي بودكاست تاعي. دونك انا حطيت لا فيديو الاولانية، حطيتها قصرة هكذا برك، ما كنتش ناوي باللي راح يشوفوها بزاف ناس، مي كانوا كاينين كيما نقولوا دي رياكسيون تاع الناس اترافيغ لي كومونتير ولي ميساج اللي شجعوني باش نزيد ندير فيديو واحد اخرى. ومن بعد شغل درجه بدرجه كل عام، وكان العمل اللي يكون عنده تاثير كبير حتى لحقنا مؤخرا كيما العمل تاع راني زعفان. راني زعفان وليدي في السبيطار يموت وانا نتفرج، وانتم لا قريب تداويوها في الخارج. وبصح في الحقيقه شغل احنا خدمناها بامكانيات بسيطه، من الكلمات تاعها اللي كانوا واعرين، لانه كان عندهم تاثير كبير، لانه بكل بساطه عبروا عن واقع تاع الشعب الجزائري. راني زعفان، راني زعفان، ما فهمتش كيفاش خليتونا رطار وافوصينا غير لاريار، بورتو ربي عطانا الصحاري الجبال والبحار. دخلت على الميليو هذا باسكو حبيت نوصل، نكون وحده من الشعب هذا تاع بلادي، ونوصل واش الناس ما تقدرش توصله، على خاطر تو سامبلومون ما عندهمش قاعده جماهيريه، ولا ما عندهمش وين يعبروا على 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 ارائهم، على معاناتهم، على 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 واش يحبوا. لا بروميير فيديو اسمها لو بروميير كليب لي دار شويه حس عند الناس سيتي انانيش، سي اون شانسون جوستمون كي بارل دو ولاد لي كالكان. فوالا دونك على ولاد اللي عندهم دراهم، على ولاد المسؤولين كيفاش 17 ans يكون عندهم اون فواتور سون ميم باسي لو بيرمي دو كوندوير. ويدخل بها في الغاشي وما يصرى له والو باسكو باباه افيك ان بيتي كو تيليفون il règle tout ce qu'il y a à régler. Coup de téléphone, coup de réglé, c'est la belle vie. Qui m'a la belle comme je mâchais pas mes mots, donc je disais les choses comme elles sont. Hadchi ma kanch yajb bien sûr les li hakmin monopole ou li hakmin système. J'ai été carrément blacklistée. Justement à cause de mes positions politiques et mon engagement. J'ai vraiment subi une pression énorme, donc pas de scène, pas de chaîne de télé, pas de chaîne de radio, rien du tout. Donc j'avais que YouTube pour m'exprimer et pour mettre mes chansons, ou voilà, pour m'exprimer sur ce que je sais faire. اليوتيوب سيتي الموقع اللي فيه كيما نقولوا الفضاء الحر الاكبر في الجزائر. بون شخصيا انا عشت اشياء اللي خلاتني نشوف انه الشعب الجزائري ولا تدير ثقه في يوتيوبر اكثر حتى من مسؤولين سياسيين. لازمش نكونوا متوحدين، لازم دائما متفرقين، باسكو حنايا تربينا ملي كنا صغار على تلفزيون عمومي اللي ما ينقلش الواقع تاع الشارع الجزائري. ما ولاتش بلاصه لا قرايه لا في لا سبور، في حومتي برك ندور ونافونسي غير للور، اللي راه في التوعي سي بون دفنتهم في قبور. في الجزائر اليوتيوب ما تقدر تكومباريه مع حتى قناه تلفزيونيه، لانه بكل بساطه ما كاين حتى قناه ولا جرنان ولا بالك مجتمعين كامل اللي يمدوا لك الفرصه انه مثلا تعرض عمل ويشوفوه زوج ملايين ثلاث ملايين شخص في يوم واحد. ان شاء الله ربي يقدرنا انه نستغلوا
هاد القوه اللي في الحقيقه هذه قوه كبيره ان شاء الله نستغلوها في حاجه تاع خير باش نجوزوا لي ميساج اللي يكونوا في الفائده تاع الشعب. اخويا نعرفوها تما شغل هكذايا انسان فالاب يحكي واش كاين يحكي واش راه كاين في البلاد تما باش يزيد يوعي تما الناس اللي ما تعرفش. دونك حنا توجو نسيو نجوزوا ميساج رساله اللي تكون تعبر عن واقع تاع الشعب. من جهه اخرى تلقينا بزاف صعوبات دانييرمو خصوصا يعني مع كامل واش كان واش صرا يعني بعد الفيديوهات هذوما اللي كانوا عندهم تاثير سياسي كبير. مثلا فيديو نديرها يكون عندها دي رياكسيون من اعلى مسؤولين في البلاد مثلا من وزراء اللي يعقبوا عليها ولا يهضروا عليها حاجه ماشي مليحه ولا باسكو يوتيوب باي راسو مسيو او بروراتا دي كليك دي هذه هو ما يقولهاش احنا نقولوها. كاين والزطله لازم العداله مستقله ما تمشيش بشكاره وتليفون يا اخي الناس سواسيه ما لا تجي الشعب والرئيس تحت القانون. كي كنت نكتب في لي بلاتفورم ولا في فيسبوك ولا في لي بلاتفورم سوسيال كنت نكتب لي زيدي تاوعي وبلي فوالا جيتي با كونتونت دو سكي سباسي كنت جو ميتي لو دوا على لي شوز اللي كانوا يصراو كاع. تعرف الكم تاع الهجوم اللي كنت نتلقاه من عند الناس اللي هما يكونوا متابعين فورسيمون ليا في سور مي بلاتفورم يهاجموني ويقولوا لي انت ما تحبيش بلادك وتبغيو تنشروا الغسيل تاعنا. بوندون الحراك بيان سور لي زاتاك هادوك تاع لي تاع القنوات على بالك حبوا يغلقوا لي دعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش الغيطة مغيطة لك اللي كاعدنا ما تحشم. جافي دي زامي جورناليست اي تو معارف كوم سا اي مو ديز رجا اون تادور بيرسونيلمون تي كيلكان دو بيان اي تو مي لا غالب داروا لنا اون نوت لي شونسون تاعك ما يجوزوش. Moi je mets pas de gants. Ana ma عنديش نص نص. ما عنديش soit je dis les choses soit je scoute. Donc voilà, donc le prix je l'ai payé mais manish nadma aleh. Manish si c'est à refaire naoudlo jusqu'à la fin. Ana كنت دائما كي نخرج دوكا للشارع ونتلاقى بالناس كانوا دائما يقولوا لنا كي نشوفوا هذه الحاجه يبقى عندنا اسبوار باللي يجي نهار وتتبدل الحاجه تتبدل البلاد هذه كامل. وحنا دوكا بور لو مومون ان شاء الله هذه الحاجه اللي نتمناوها على كل حال. وحتى الجيل الجديد تاع اليوتيوبر راني نشوف باللي كاينه يخدموا كاليتي مليحه. بتقدر حنا كنا الاولانيين وفتحنا البيبان لانه كان من الصعب جدا. الحمد لله الناس تقبلت هذا الشيء هذا. بالعكس انا كانوا كاينين تشجيعات كبيره في لي ديبي. بعد مع الوقت بعد ابري 3 سنين 4 سنين ولاو كاينين بزاف اللي يعني اللي دخلوا هذا الدومين هذا بين قوسين سمونا في مواقع التواصل الاجتماعي ليوتيوبر سمونا كامل نقولوا صوت الشعب. حنا الحاجه هذه اللي ان شاء الله نخدموا عليها.